بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 84 بعد 100 من سلسلة دروس كتاب الفوائد المترعة الحياض للعلامة الشيخ شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا الحنفي، شرح كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما. آمين آمين. وصلنا إلى قولهما رحمهما الله تعالى: كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. الباب 5 بعد 100. طيب، قال: عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس، متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ سبحان الله. قال بعض الشيوخ كلمة جميلة هنا، قال: أول من أول هو الله سبحانه وتعالى. وأنا هذا التعبير لما قال مرضت فلم تعدني، ثم بين له المراد من قوله مرضت، فأول المرض بمرض فلان. وفي هذا رد على أولئك المشوشين الذين يرفضون تأويل الآيات المتشابهات بأن الله عز وجل نسب المرض إلى نفسه أولا، قال مرضت فلم تعدني، ثم أوله، بينه، فسره بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، نفى عنه ما لا يليق، فقال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
قوله وأنت رب العالمين حال مقررة لجهة الإشكال التي يتضمنه معنى كيف ومعنى الرب. معنى كيف ومعنى الرب المالك والمربي. فمعنى الأول أن العيادة إنما تكون للمريض العاجز، ويستحيل ذلك في حق المالك الحقيقي، أي كيف أعودك وأنت القادر القاهر القوي المتين. وعلى الثاني والثالث أن الإطعام والإسقاء إنما يحتاج إليه الضعيف الذي يتقوى به بالطعام والاستسقاء والشراب فيقوم صلبه به. وأنت مربي العالمين والغني على الإطلاق، وخص الأول بقرينة وجدتني عنده، وفي الإطعام والسقي لوجدت ذلك عندي، لأن العجز والانكسار ألصق وألزم هناك، والله تعالى أقرب إلى المنكسر المسكين، يعني العجز والانكسار ألصق وألزم في المريض، والله أقرب إلى المنكسرين والمساكين، لذلك قال وجدتني عنده. الله. لذلك أحبابنا، وهذه سمعتها كذلك من بعض الشيوخ سمعتها، أن من مواضع الدعاء المستجاب مواضع عيادة المريض، يعني المكان الذي يوجد فيه مريض تذهب أنت لتعوده، هناك الدعاء مستجاب، هناك الدعاء مستجاب. ليه؟ لأن الله عز وجل موجود هناك برحمته، بتأييده، بملائكته، بلطفه، بكرمه، بجوده، بكل شيء موجود سبحانه وتعالى من أوصاف الكمال والجبر واللطف والجمال. فإذا الإنسان دعا هناك يستجاب له إن شاء الله، من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء. والله تعالى أعلم. وأظن ورد في الحديث أيضا أننا إذا عدنا مريض نسأله الدعاء، نطلب منه الدعاء أيضا، ولعل العلة في ذلك هو نفس الكلام الذي ذكرناه أو الذي ذكره جاء في الحديث لوجدتني عنده. فإن قلت الظاهر أن يقال كيف تمرض مكان أعودك وأنت رب العالمين، قلت عدل معتذرا إلى ما عوتب إليه عليه، وهو مستلزم لنفي المرض، يعني قوله أعودك وأنت رب العالمين هذا يستلزم نفي المرض عنه، يعني قوله وأنت رب العالمين يستلزم نفي المرض عن الله عز وجل. قال في العيادة وجدتني عنده بخلاف الإطعام والسقي، إرشادا إلى أن الزيارة والعيادة أكثر ثوابا منهما. أضاف المرض إلى الله تعالى، والمراد العبد، تشريفا للعبد وتقريبا له. قال معنى وجدتني عنده وجدت ثوابي وكرامتي، لاحظ كرامتي عنده. هذا تنزل في الخطاب ولطف في العقاب، ومقتضاه التعريف بعظيم فضل ذي الجلال وبمقادير ثواب الأعمال. ويستفاد منه أن الإحسان على العبيد إحسان على السادة. الله، جميل. الإحسان على العبيد إحسان إلى السادة، لذلك أنت عندما تكرم ولد صديقك فقد أكرمت صديقك، عندما تكرم
ولد أستاذك فقد أكرمت أستاذك. أنت عندما تكرم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فقد أكرمت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنت عندما تعظم الصحابة فقد عظمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فينبغي لهم أن يعرفوا ذلك وأن يقوموا بحقهم. بسم الله. مولانا في سؤال ممكن؟ فضل يا شيخ. مولانا الحديث الذي ذكر قبل هذا الحديث حق المسلم على المسلم خمسة ذكر واتباع الجنائز، لماذا لم يأتي صلاة الجنائز مولانا؟ ما الفرق بينهما؟ أولا هذا الحديث مر معنا سابقا. ثانيا اتباع الجنائز معنى ذلك أن يخرج معها من البيت إلى القبر. فأنت عندما تخرج الجنازة من البيت هل تتركها تدخل للمصلى الجنازة وتقف خارجا أم تدخل تصلي معها؟ تصلي معها. تصلي معها. فإن وقف خارجا كما يفعله بعض الناس هؤلاء محرومون، لا أجر لهم ولا ثواب، حرموا أنفسهم أجرا عظيما. واضح؟ شكرا. فإذا أن تخرج معها من البيت إلى القبر. مثلا أحيانا مولانا لا نستطيع يعني أن نذهب إلى مقبرة، ما أديت يعني حق المسلم؟ لا أنت أديت جزءا من حقه. وهنا المراد حق المسلم على المسلم، ليس انتبه مولانا، حق المسلم على المسلم حق صديقك أخيك أبيك عمك خالك جارك. واضح؟ نعم مولانا شكرا لكم. الله يبارك. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري. العاني الأسير. قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عود المريض، قال ابن بطال يحتمل أن تكون العيادة من فروض الكفاية لظاهر الأمر يعني كإطعام الجائع، وأن يكون معناه الندبة والحض على المؤاخاة والألفة، ويدخل في عمومه جميع الأمراض. وفيه رد على من قال لا يعاد الرمد، قال لأن العائد يرى في بيته ما لا يراه، وحالة الإغماء أشد من الرمد لأن المغمى عليه يزيد عليه بفقد عقله. وقد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم جابرا فيه. وفيه أن عائد المريض إن كان حضوره عنده وتفقده له من حيث إنه موجب لثوران نشاطه وانتعاش قوته، يصير سببا لزيادة صحة المريض. ولهذا وسطه بين الإطعام والفك اللذين هما بحسب الظاهر سبب لبقائهما، وأن الكل في الحقيقة بقدرة الله، بقدرة الله تعالى، إذ لا مؤثر في الوجود إلا الله. العاني الأسير. إذن حتى الرمد مطلق المرض، يعني فلان أصيب مثلا كما يقال بنزلة برد، صديقك مثلا تعرفه، والله يا أخي نحن يعني أتكلم عن نفسي مقصرون في مثل هذه الحقوق الواجبات، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك العمل بالعلم يا رب، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. العاني الأسير. وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا يعنو فهو عان، والمرأة عانية وجمعها عوان. المرأة عانية لأنها منكسرة في بيت زوجها، ضعيفة في بيت زوجها. ولعله يتحدث عن النساء الأوائل ليس عن نساء هذا الزمان، الآن صار الرجال هم صاروا عوان ضعفاء في أيدي بعض النساء.
ولا قوة إلا بالله. الفك التخليص بنحو الفداء. المتضررون الذين وجب حقهم على غيرهم من المسلمين منحصرون في هذه الأقسام صريحا وكناية عند إمعان النظر، الذين المرضى والجياع والأسارى والأسارى أو الأسرى. وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: باب وجوب عيادة المريض. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. قوله خرفة الجنة، الخرفة بالضم اسم ما يخترف من النخيل حين يدرك. وفي حديث آخر: عائد المريض على مخارف الجنة حتى يرجع. جمع مخرف بالفتح، وهو الحائط من النخل. قوله جناها أي يؤول به ذلك إلى الجنة، يعني عيادة المريض سبب من الأسباب التي تدخلك الجنة، فأنت الآن على أبوابها، يؤول به ذلك إلى الجنة واجتناء ثمارها. واتفق العلماء على فضل عيادة المريض. الله. قال: الجناء ما يجتنى من الفواكه، يعني أن عائد المريض بما يناله من أجر العيادة وثوابها الموصل إلى الجنة كأنه يجتني ثمرة الجنة. وعيادة المريض من الطاعات الكثيرة الثواب العظيمة الأجر، وهي من فروض الكفايات إذا منع المريض من التصرف. أيوة تمام. وهي من فروض الكفايات إذا منع المريض من التصرف، لأن المريض لو لم يعد لضاع وهلك، لا سيما إن كان غريبا أو ضعيفا. وأما من كان له أهل فيجب تمريضه على من تجب عليه نفقته. لاحظ هذا الكلام أحبابنا، لما قال لك لهلك، إذن الغاية من العيادة ليس فقط الزيارة أن تجلس هكذا، لا، المقصد من العيادة أن يجد منك المريض إحسانا إذا كان بحاجة إلى إحسان. والإحسان إما بالمال أو بدواء أو بطبيب أو بإعانة تعينه، المهم ألا يترك المريض هكذا. فإذا المقصد من العيادة أن تقدم للمريض عونا بشيء يحتاج إليه، فإذا كان لا يحتاج إلا لزيارة أو تسلية أو ترفيه فقد قدمته من خلال هذه الزيارة. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الخريف الثمر المخروف، أي المجتنى. قوله: وإن عاد عشية، إن نافية بدلالة إلا ولمقابلتها ما انتهى. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. إذن عيادة المريض تذهب إذا رأيت منكرا لا بد أن تنكره، لا بد أن تزيله، تزيل المنكر الذي تراه.
كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ما في مجاملات، ما في والله أستحي، لا يوجد أخشى، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أينما وجدت. قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار، فيه خدمة الأكابر والصالحين واغتنام مصاحبتهم ومجالستهم. ولقد أحسن القائل من جالس الشرفاء شرف قدره، ومجالس السفهاء غير مشرف. فانظر إلى الجلد الحقير مقبلا بالثغر لما صار جلد المصحف. الله، الجلد الحقير لما صار على المصحف صار يقبل. ليه؟ لأنه شرف بإضافته إلى المصحف. وفيه استحباب عيادة المريض الذي هو من ذوي الأقدار والمناصب، وألا يستنكف الإمام والعالم من ذلك. قال أصحاب الشافعي إذا كان المريض ذميا له قرابة أو جوار ونحوهما استحبت العيادة، وإلا جازت. وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله باب عيادة المشرك. وفيه استحباب قعود العائد عند رأس المريض ليؤنسه ويسأل حاله عن حاله، ولا يكلفه رفع الصوت إذا جلس بعيدا عنه. وفيه استحباب وضع العائد يده على رأس المريض فإنه أكمل في الاستئناس. وفيه اهتمام الكبير والشيخ بحال ملازميه إذا وقعوا في ورطة أو حدثت بهم حادثة، وهذا مما ينبغي أن ننتبه له أحبابنا، لا سيما الشيخ إذا عنده بعض الطلاب احتاجوا إلى حاجة ما. كثيرون الآن يقول أخي أنا ما لي علاقة، أو لا يكترث بهم، لا يلتفت إليهم، لا يقدم لهم عونا. لا، هذا خطأ. إذا كان لك أصدقاء احتاجوك قدم لهم العون وإن لم يسألوك. عندك تلاميذ احتاجوا إلى مساعدة قدم العون لهم وإن لم يحتاجوك. لك جار، لك أخ، لك قريب، قدم العون، قدم العون وإن لم يسألوك إذا كنت أنت عالما بحاجتهم. وفيه أن العائد إذا رأى المريض، إذا رأى بالمريض أمارة الموت، أن ينصحه بما ينفعه في آخرته من التوبة ورد المظالم والودائع والصدقة وإعداد زاد المعاد والإقبال على مهمات سفره الذي هو مشرف عليه. وإن رأى أمارة البرء وخفة مرضه اقتصر على الدعاء وتطييب نفس المريض. فإذا الذي العائد يراعي حال المريض. وفيه رعاية الأدب مع الوالدين وإن كانا مشركين، فقيل ما وصل من وصل إلا بالأدب. ففي هذا الأمر الذي كان يجب عليه مخالفتهما لو أمراه بالاستمرار على كفره لما راعى الأدب ونظر إلى والده مستشيرا له، رزقه الله ببركة الأدب سعادة الأبد. الله، جميل، هذا ملمح جميل جدا رائع. يعني يستفاد من هذا الحديث هذه الفائدة العظيمة، أنه بالأدب مع أباه نجا من الخلود في النار، فكيف بمن يعق أباه وأمه من المسلمين. والله هذا جميل جدا أن يستشهد به على بر الوالدين وثمرة البر، من ثمرات البر النجاة في الآخرة. يستدل والأدب مع الآباء، لا تقدم على عمل إلا بعد الرجوع إلى أبيك وأمك تستشير الحكمة الموجودة عند أبيك. الآن صار في عنا استغناء عن الأب، صار في استغناء عن الأب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا سيما إذا كان الأب غير متعلم
والابن صار حامل شهادي، صار يستغني عن أبي. أنا متعلم، أبي جاهل. لا، أبوك ليس بجاهل، أبوك عنده من العلوم ما لا تقرأه في الكتب، غير مسطورة في الكتب، عنده علوم التجربة ويعرف. ارجع إليه إذا ما أردت أن تعمل عملا من أمور الدنيا، ارجع إليه واسأله وشاوره. باب ما يدعى به للمريض. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الله، كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان بين سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض، ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. ورأيت أنا شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي فعلها أكثر من مرة مع بعض الطلاب عندنا لما كنا في الصف، كان يقوله سيدي أنا رأسي يؤلمني، فكان يعني يرقيه بهذه الرقية. قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، قوله صلى الله عليه وسلم تربة أرضنا، قال جمهور العلماء المراد بأرضنا هنا جملة الأرض ليس أرض المدينة يعني، وقيل أرض المدينة خاصة لبركتها، والريقة أقل من الريق، ومعنى هذا الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه هكذا على أصبعه السبابة، ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء، فيمسح به على موضع الجريح أو العليل، ويقول هذا الكلام في حال المسح. وضع السبابة بالأرض والرقي بها يدل على استحباب ذلك عند الرقي، وزعم بعض علمائنا أن ذلك معلل بأن تراب الأرض لبرودته ويبسه يقوي الموضع الذي به ألم، ويمنع انصباب المواد إليه بيبسه وتجفيفه، مع منفعته في تجفيف الجراح وإدمارها. وقال في الريق إنه يختص بالتحليل والإنضاج والإدمال وإبراء الجراحات والأورام والثآليل، لا سيما من الصائم والجائع. نعم، لو كان مثلا في البيت هل يجوز أن يضع يده في الحائط مثلا وفي الفراش؟ في التراب مولانا، في التراب، إذا كان في تراب يفعل هكذا، على مكان فيه تراب أو على ما كان أصله من تراب. شكرا جزيلا. قلت هذا إنما يكون عند المعالجة والشروع فيها على قوانينها من مراعاة مقدار التراب والريق وملازمته ذلك في أوقاته. وأما النفث ووضعه السبابة على الأرض فلا يتعلق بالمرقي شيء له بال ولا أثر، وإنما هذا من باب التبرك بأسماء الله تعالى وبآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الريق ووضع الأصبع فإما أن يكون ذلك لخاصية فيه، وما أشبه أن تكون الحكمة لإخفاء آثار القدرة بمباشرة الأسباب المعتادة، والله أعلم. قوله بأصبعه في موضع الحال من فاعل قال، وتربة أرضنا خبر مبتدأ محذوف أي هذا أي هذه، والباء متعلقة بمحذوف هو خبر ثان جاء بعدها أو حال عنها، والعامل فيها معنى الإشارة، معنى الإشارة، واللام لتعليل فعل دل عليه الحال أو القول. وتقدير الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا بأصبعه بسم الله هذه تربة أرضنا معجونة بريقة بعضنا ضمضنا بها وفعلنا ما فعلنا ليشفى سقيمنا. وقد شهدت المباحث الطبية على أن الريق له مدخل في النضج، ولتراب الوطن تأثير في حفظ المزاج الأصلي ودفع نكاية المغيرات، ولهذا
ذكر في تدبير المسافرين أن المسافر ينبغي أن يستصحب تراب أرضه إن عجز عن استصحاب مائها، حتى إذا ورد ماء غير الماء الذي تعود شربه ووافق مزاجه جعل شيئا في سقايته ويشرب الماء من رأسه ليحفظه عن مضرة الماء الغريب ويأمن تغير مزاجه بسبب استنشاق الهواء المغاير للهواء المعتاد. جميل هذا الكلام وغريب. ثم إن الرقى والعزائم لها آثار عجيبة تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنهها. أمثال هذا: وإن حجبت العقول عن الوقوف على حقيقة معانيها وقصرت الأفهام عن تقليد التناسب بين ألفاظها ومبانيها، إلا أنها من جملة الرقى والعزائم التي كرم الله تعالى بعلمها الأنبياء ومن اختص بهم من الأولياء دون عموم المؤمنين، ووردت ألفاظ منغلقة ناثرة عن الأفهام لأنها لم توضع للعمل بها والاستنباط منها، بل وضعت للتلفظ بها فقط تيمنا وتشفيا، ربما وقع شيء من معانيها في القلوب السليمة الواقفة لاستماع كلام النبوة بمرصاد الأدب والحرمة، فالذي يسبق إلى الفهم من صنيعه ذلك ومن قوله تربة أرضنا إشارة إلى فطرة أول مفطور من البشر، وريقة بعضنا إشارة إلى النطفة التي خلق منها الإنسان، فكأنه يتضرع بلسان الحال ويعرض بفحوى المقال أنك اخترعت الأصل الأول من طين ثم أبدعت بنيه من ماء مهين، فهين عليك أن تشفي من كانت هذه نشأته وتمن بالعافية على من استوى في ملكك موته وحياته. جميل هذا المعنى أيضا كذلك. فإن قيل قد صحت المناسبة بين التربة وفطرة الإنسان، فما وجه المناسبة بين الريقة والنطفة؟ قلنا هما من فضلات الإنسان، فعبر بأحدهما عن الآخر لما في الآخر من القذارة، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم التنزه عن الإفصاح بأمثال ذلك، والتعبير عنها بالكنايات ما أمكن. ونظير ذلك ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم بصق على كفه ثم وضع عليها أصبعه ثم قال: يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، وأراد بها النطفة، فكذلك في هذا الحديث. إضافة تربة أرضنا وريقة بعضنا يدل على الاختصاص، وأن تلك التربة والريقة كل واحد منهما مختصة بمكان شريف متبرك، بل بذي نفس شريفة قدسية طاهرة زكية من أوضار الذنوب وأوساخ الآثام، ظاهرة جلية بما تواترت الأنوار عليها من مطلعي الجلال والإكرام. فلما تبرك باسم الله الشافي ونطق بها ضم إليه التربة وريقه وسيلة إلى المطلوب من التشفي، فتكون اللام في ليشفى متعلقة بالتبرك المقدر، ويعضده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزق في عين علي رضي الله عنه فبرئ من الرمد، وفي بئر الحديبية فامتلأت ماء، إلى غير ذلك. ونظير قوله بعضنا بعضهم في قوله تعالى ورفع بعضهم درجات، أراد بالبعض محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه هو المفضل على سائر الأنبياء، وفي هذا الإبهام من تفخيم أمره
أراد بالبعض يعني في قوله تعالى ورفع بعضهم درجات. وفي هذا الإبهام من تفخيم أمره وإعلاء قدره ما لا يخفى لما فيه من الشهادة على أنه العلم الذي لا يشتبه والمتميز الذي لا يلتبس، ويقال للرجل من فعل هذا؟ فيقول بعضكم يريد به الذي تعرف بنحوه من الأفعال، فيكون أفخم من التصريح به وأنوه بصاحبه. جميل. ثم قال وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.